في حدث غير مسبوق تم التقاط أول صورة لأكبر نجم في الكون، النجم المسمى WOHG 64، واللي بيبعد عننا مسافة 160 ألف سنة ضوئية. دايماً إحنا مغرمين بالأشياء الكبيرة جداً والأشياء الصغيرة جداً في الكون، أكبر نجم، أضخم مجرة، أقدم مجرة، أكبر الثقوب السوداء، أعظم الكواكب الخارجية، وأصغر النجوم وأصغر الكواكب والثقوب السوداء متناهية الصغر. لكن الصورة الأولى للنجم العملاق الأحمر ريد سوبر جاينت ستار مدهشة وغير مسبوقة بالمرة. إيه اللي بيميز النجم ده اللي على وشك الانفجار كسوبر نوفا عملاق في مجرة قريبة جدا مننا؟ سحابة ماجلان الكبيرة لارج ماجلانيك كلاود، المجرة القزمة اللي بتدور في فلك مجرتنا درب التبانة. امتى هينفجر النجم ده؟ في انفجار سوبر نوفا مستعر اعظم. وايه الشيء الغريب اللي بيحيط بالنجم ده وخلى تصويره في غاية الصعوبة، بل استغرق تصويره اكتر من 20 سنة من الجهود علشان نلتقط اللقطة الغريبة اللي حضرتك شايفها قدامك؟ وهل اصلا تصوير النجوم صعب؟ وليه هو صعب؟ كل ده واكتر هنعرفه في حلقة النهاردة. اخبط اللايك الجميل وحضر مشروبك المفضل وتعالى نحكي قصة من اغرب قصص النجوم في الكون. اهلا بيكم. النجوم الضخمة عوالم غريبة في الكون، مصانع الحياة اللي بتنشر بذورها في انفجارات المستعرات العظمى. نجوم ضخمة بتموت وبيخرج من رحمها عناصر الحياة لنجوم تانية وكواكب وليدة وعوالم جديدة لا نعلم عنها شيئا. لكن هل النجم بطل قصتنا النهاردة هو أكبر نجم في الكون زي ما بيقولوا، ولا في القصة شيء تاني لازم نعرفه؟ في مليارات النجوم في الكون، في رقم شفته قدر كده ب 200 سكستليون نجم، رقم ضخم جدا، عدد هائل من النجوم بمختلف الأشكال والأحجام. من أصغر نجم في الكون تم اكتشافه سنة 2017 اللي ظاهر قدامك في الصورة باسمه الغريب ده، وهو نجم في نظام ثلاثي من النجوم، يعني ثلاث نجوم بيدوروا حوالين بعض بحجم أكبر شوية قليلة من كوكب زحل وأقل من كوكب المشتري، علشان يصبح أصغر نجم بيقوم بعملية الاندماج النووي للهيدروجين كشرط أساسي علشان نسمي الجرم السماوي دوت نجم بيشع طاقة وحرارة. في مقولة دايما بيقولها علماء الفلك، أكبر نجم في الكون يجعل شمسنا تبدو وكأنها بقعة صغيرة. لكن لسنوات طويلة كان النجم يو واي سكوتي هو أحد أكبر النجوم في الكون بكتلة تقترب من 1200 مليون كيلومتر، بحجم يصل لمدار كوكب المشتري عندنا هنا في المجموعة الشمسية لو حطينا النجم ده مكان الشمس. لكن النجوم الضخمة دي صعب إن احنا نكتشفها رغم إن أحجامها ضخمة جداً، وده لأن أعمارها قصيرة في الكون. وهنا بقى هختبر معلوماتك الفلكية وحضورك الذهني معايا، يا ترى ليه النجوم الضخمة أعمارها في الكون قصيرة جداً؟ انزل اكتب لي في التعليقات دلوقتي وتابع معايا الحلقة علشان نعرف الإجابة بعد دقائق. المهم، تم اكتشاف النجم يو واي سكوتي في سنة 1860 من قبل علماء الفلك الألمان بحجم أكبر من الشمس 1700 مرة وبكتلة ضخمة تحتوي على 300 شمس جوه هذا النجم. لكن كتير من علماء الفلك بعد سنين من التصنيف ده اللي هتلاقيه في صندوق الوصف شككوا في النجم ده كأكبر نجم في الكون. هتلاقي قنوات كتيرة في اليوتيوب بتذكر قوائم كتيرة لنجوم من أكبر النجوم في الكون، لكنها طبعا قوائم غير دقيقة، وده بيرجع لأسباب كتيرة، منها إن قياس بعد مسافة النجم عننا بيكون في كتير من الأحيان غلط، لحد ما جه تلسكوب جايا الفضائي اللي رسم خريطة تفصيلية لملايين النجوم في مجرتنا وحدد بشكل كبير أكتر دقة بعدهم ودرجة لمعانهم طوال السنين اللي فاتت. وبالرغم من كده فجميع أحجام النجوم في الكون هي تقديرات، وده بيرجع لسبب مهم جدا. بتقول علامة الفلك جيليان سكادر إن التعقيد الكبير في معرفة أحجام النجوم هي في حواف النجم. النجم كده ليه حواف. النجم يا جماعة الخير كده عبارة عن كتلة غازية من الملازمة المرنة والمتغيرة. النجوم مش زي الكواكب، ليها سطح صلب نقدر نقول عليه حدود فاصلة بين النجم والفضاء الخارجي. وبدل من كده العلماء بياخدوا بحاجة اسمها الغلاف الضوئي للنجم، وهو الحد الفاصل اللي بيكون فيه النجم شفاف للضوء، وبتقدر الفوتونات الضوئية انها تهرب من النجم. وقياس ده عملية صعبة جدا ومعقدة للغاية، وخاصة لو النجوم دي بعيدة عننا ولو مئات السنين الضوئية. كمان النجوم متغيرة زي ما قلنا وبتختلف أحجامها بمرور الوقت والعمليات الديناميكية اللي بتحصل فيها. أكيد في هوامش خطأ كبيرة ومعتبرة
في موضوع قياس مسافة وبعد النجم عن القناع. المهم النجم بطل قصتنا النهاردة واللي تم أخذ أول صورة ليه WOHG64، أخذ المكانة من النجم الشهير على يوتيوب اللي هو UY سكوتي. كان بيعتقد أنه أضخم نجم في الكون بحجم ضعف حجم الشمس 3000 مرة، لكن الرقم ده انخفض في السنين اللي فاتت لما يقارب من 2000 مرة، ضعف حجم نصف قطر الشمس بعد مزيد من الدراسات والرصد والمتابعة لهذا النجم. وبالرغم من كده فالنجوم الضخمة حاليا في الكون أقل كتير من زمان. في الفجر الكوني كانت النجوم ضخمة جدا وسائدة ومنتشرة، وده حير العلماء الفترة اللي فاتت. يا ترى ليه النجوم الضخمة في الكون المبكر، وبالمناسبة كانت أضعاف أضعاف النجوم الضخمة الحالية في الحجم، ليه اختفت النجوم دي من الكون المبكر؟ في دراسة جديدة موجودة في صندوق الوصف اكتشف العلماء ان الكون المبكر معرفش غير الاحجام الضخمة للنجوم في الكون، وده بيرجع للفيزياء المعقدة اللي كانت في الكون المبكر واللي ادت لتشكيل نجوم فائقة الكتلة. النجوم الاولى في الكون ضخمة جدا، اكبر الاف المرات من كتلة الشمس، واكبر الف مرة من كتلة اكبر نجم موجود في الكون الحالي. من سنين والعلماء بيتساءلوا عن حجم النجوم في الكون المبكر، وعملوا أبحاث ودراسات ومحاكاة كتيرة أدت لافتراضات إنها ممكن تكون مئات المرات قد كتلة الشمس، قبل ما تظهر الدراسات الحديثة اللي وضحت طبقا لأرصاد عملتها كتير من التلسكوبات العملاقة إن كتلة النجوم الأولى في الكون آلاف المرات قد كتلة شمسنا. وعرفنا خلال السنين اللي فاتت إن النجوم الأولى اللي بنسميها نجوم الجيل الأول عاشت فترة قصيرة جدا، كلما كان النجم أضخم وأكبر كل ما حرق وقوده بسرعة، وبالتالي بيموت وينهار بسرعة. ودي إجابة السؤال اللي سألته لحضرتك في بداية الحلقة، ولكن لماذا حدث ذلك؟ ولماذا لم تعد الظروف مهيئة في الكون الحالي لتولد مثل هذه النجوم العملاقة مرة أخرى؟ بعد فترة مش طويلة بعد لحظة الانفجار العظيم ما كانش في الكون أي نجوم، كان الكون خليط دافئ من الغاز الكوني اللي تكون تقريبا بالكامل من الهيدروجين والهيليوم. وعلى مدى ملايين السنين بدأ الغاز والدخان الكوني العظيم ده يتكتل ويكون كرات ضخمة انهارت تحت تأثير الجاذبية وبدأت تنور، كان الكون مظلما ثم أنار. طبعا الموضوع ده استغرق وقت طويل جدا، عادة أي كرات من الغاز بتتجمع في الكون الحديث بتبدأ وبعد مدة قصيرة تولد نجوم على طول، لكن ده ما تمش في الكون المبكر بسرعة. يا ترى ليه؟ يقولك أصلا الكون كان فيه غاز بدائي مكون فقط من الهيدروجين والهيليوم زي ما قلنا، بالتالي ما كانش فيه العناصر التقيلة اللي اتخلقت بعد كده من انفجارات النجوم الضخمة الأولى في الكون، واللي بالتالي ساعدت في تكون النجوم الجديدة، وأصبحت عملية إنتاج النجوم في المراحل اللي بعد كده أسهل وأسرع. العناصر التقيلة دي فعالة جدا في إشعاع الطاقة وإذابة الغاز والغبار من حواليها، وتكوين كتل وتفاعلات اندماج نووي بقدرات اعلى. هتقولي يا استاذ محمد مش فاهم الفرق، فهمني. طيب بص يا سيدي، النجوم الحاليه بتتشكل في السحابه السديميه من الغاز والغبار المنتشر في الكون، واللي بتتجمع وتشكل كتل صغيره بتبدا فيها عمليات اندماج نووي، وبتتشكل كور صغيره من البلازما الساخنه شديده الحراره واللي بتبدا تراكم الماده حواليها بفعل الجاذبيه، وبتبدا التفاعلات دي تحول عنصر الهيدروجين المتاين لعنصر الهيليوم. التفاعل ده بيسمى اندماج نووي، وبتنتج عنه طاقة كبيرة جدا فيبدأ النجم ينور. النجوم الأولى فائقة الضخامة في الكون المبكر ما كانتش مجرد مصانع اندماج عادية، كانت كتل عملاقة من الغاز المحايد بتشعل نوى اندماجها دفعة واحدة، وبتتخطى المرحلة اللي بتتفتت فيها إلى قطع صغيرة، ومن ثم كانت الكتل النجمية الناتجة من التفاعلات دي ضخمة جدا. النجوم الأولى كانت ساطعة جدا، وعلى الرغم من كده عاشت حياة قصيرة للغاية أقل من مليون سنة. في الوقت نفسه النجوم في الكون الحديث قدرت تعيش مليارات السنين، وقدر الباحثين اللي عملوا الدراسة دي يتوصلوا لشبكة معقدة من التفاعلات سبقت تشكيل النجوم الأولى في الضخمة ديت في الكون المبكر. علشان كده مش بنلاقي نجوم ضخمة جدا في الكون الحالي تشابه مثيلتها في نجوم الكون المبكر. في أوائل القرن العشرين اكتشف إدوين هابل أول نجم مرصود خارج مجرتنا درب التبانة اللي كنا فاكرينها زمان المجرة الوحيدة في الكون أو هي الكون نفسه. كان اكتشاف صادم جدا،
بمثابة اكتشاف كوبرنيكوس اللي أكد إن كوكب الأرض كوكب زي بقية الكواكب اللي بتدور حوالين الشمس. تم اكتشاف النجم WOHG64 في سبعينيات القرن الماضي، ومنذ اكتشافه أثار فضول العلماء بالحاجات الغريبة اللي اكتشفوها حوالينه، وبالحجم الضخم اللي بيتجاوز حجم نصف قطر الشمس 2000 مرة تقريبا. كشفت الملاحظات اللي تم إجراءها في سنة 2005 وفي سنة 2007 إلى أن النجم ده محاط بهالة غبارية ضخمة، وأن النجم في مراحل حياته الأخيرة، عملاق أحمر مهيئ للانفجار في أي لحظة كونية كمستعر أعظم ضخم في قلب سحابة ماجلان الكبرى. النجوم الضخمة اللي بتكون أكبر من الشمس 8 مرات إلى 35 مرة لما بينفد وقودها النووي بتصبح نجوم غير مستقرة وبيزداد حجمها بشكل كبير. عالم الفلك التشيلي كيتشي أوناكا والفريق بتاعه عملوا دراسة للنجم دوت طوال 20 سنة لحد ما وصلوا لتصوير أول صورة لنجم ضخم في مجرة غير مجرتنا. استخدم أوناكا وزمايله مرصد VLTI الخاص بوكالة الفضاء الأوروبية في صحراء أتاكاما في تشيلي لأول مرة في سنة 2005 لتصوير ورصد النجم، لكن الصور ما كانتش بجودة قوية علشان يكتشفوا اللي بيحصل هناك. كان على أوناكا وزمايله انهم ينتظروا تطوير اداة جديدة تم تركيبها على التلسكوب واللي اسمها جرافيتي، اللي خلت الصورة الجديدة صورة واضحة واقوى بكتير من الصور اللي تم تصويرها قبل كده. تصوير النجم عملية صعبة ومعقدة جدا، يعني على سبيل المثال تصوير النجم منكب الجوزاء وهو عملاق أحمر بالمناسبة موجود في مجرتنا وبيبعد عننا تقريبا 650 سنة ضوئية، عكس النجم بدل قصتنا اللي بيبعد 160 ألف سنة ضوئية، يعني أبعد 250 مرة من بعد منكب الجوزاء عن كوكبنا الأرض. وعلى الرغم من أن منكب الجوزاء أكبر من شمسنا ب 750 مرة، فالصور اللي اتصورت ليه غامضة ومش دقيقة بما فيه الكفاية. طبعا هتقولي يعني نجم قريب مننا وصورته مش واضحة، ونجم بعيد جدا وقدرنا نصوره؟ الموضوع يا صديق العزيز موضوع معقد، نظرا للسحابة الغبارية والتعتيم الشديد في النجم منكب الجوزاء إلا على وشك الانفجار. النجم بطل قصتنا النهاردة أكبر من منكب الجوزاء 3 أضعاف، وده ساعد شويتين في رصده. قدر الفريق البحثي أنهم يصوروا بالأداة الجديدة أول صورة للنجم في ديسمبر 2020، واستمروا 4 سنين كاملة قبل ما يصدروا الصورة وينظفوا البيانات اللي أخذت منهم كل الوقت ده. وبالرغم من كده الصورة بالكاد زي ما حضرتك شايفها بتبين بعض التفاصيل البسيطة، لكن التفاصيل البسيطة دي كانت مفاجأة كبيرة في حد ذاتها. المادة المطربة اللي لقيوها كمان حوالين النجم بتوضح عمليات غريبة بتحصل هناك. النجوم العملاقة الحمراء اللي بتكون في مرحلة سابقة لانفجار سوبر نوفا مدوي بتشكل العناصر التقيلة في باطن هذه النجوم من خلال عملية اسمها التخليق النووي اللي بينشر فيها العناصر دي بعد الانفجار. العناصر دي وزي ما بنذكر دوما في الفيديوهات بتاعتنا بتكون مهمة جدا لخلق النجوم الجديدة الوليدة والكواكب الصخرية بعد كده وبذور الحياة. كمان ممكن موجات الصدمة اللي هي الشوك ويفز اللي بتتبع الانفجار تضغط الغاز وتساعد على تشكيل سريع للنجوم الجديدة. الصور المكبرة زي صورة النجم بطل قصتنا النهاردة بتساعد العلماء انهم يفهموا العمليات اللي بتحصل هناك واللي بعد كده هتشكل الاجرام الجديدة دي. الصورة اللي قدامك دي اللي تخيلها احد المصممين العلماء للهالة الغبارية حوالين النجم بتوضح ان النجم محاط بشرنقة من الدخان والغبار على شكل بيضاوي مع حلقة اوسع او طارة غبارية غريبة، ولحد النهاردة ما قدرناش نحدد حجم الهالة دي او الطارة الغبارية الخارجية ولا مسافة بعدها عن النجم بتاعها. هناك وزمايله طوال السنين اللي فاتت من الدراسات والأبحاث عملوا نماذج محاكاة للشكل اللي ممكن يكون عليه النجم والتعتيم الغباري اللي حواليه، لكن الصورة الجديدة باستخدام أداة جرافيتي كانت مختلفة عن نماذج المحاكاة. الفيديو اللي نشرته وكالة الفضاء الأوروبية واللي بيقارن بين صور المحاكاة والصورة الحقيقية زي ما حضرتك شايف في الفيديو ده بتظهر منطقة انبعاث طويلة ومدمجة كده في ضوء الأشعة تحت الحمراء القريبة، وإنه غبار جديد ساخن جدا اتشكل حديثا بالقرب من النجم حجب قلب النجم عننا. كشفت المادة الغبارية الجديدة دي إن النجم بيعيش حالة غير مستقرة للغاية في مراحل عمره الأخيرة، وإن النجم بيعاني من فقدان كتلة عنيف وغير عادي. النجم بيعاني من سكرات الموت وبيخرج من رحمه وباطنه كتل عجيبة من الغاز والغبار اللي بيحجب عننا بعض ضوءه،
وبالتالي بيخلي رؤية التلسكوبات للنجم باهتة جدا وضبابية. شكل الهالة الغبارية الغير كروية الغريب بيقول لنا إن مش ضروري طبقا للصورة الجديدة تكون النجوم اللي في مرحلة ما قبل الانفجار كمستعر أعظم تكون متحوطة بهالة غبارية كروية الشكل. وده تقريبا نفس الحالة بتاعت المستعر الأعظم اللي اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات من أيام اللي هو SN 1987A اللي ما كانتش الهالة الغبارية الخاصة بيه كروية برضه، بل كانت بيضاوية الشكل قبل ما ينفجر ويتحول لعملاق أزرق. وده اللي حير العلماء في النجم WOHG64 وشكوا ان في حاجة قريبة من النجم هي اللي بتشد الغبار ده بالشكل ده، وان في نجم رفيق قريب هو المسؤول عن عمل التأثيرات دي. علشان كده بدأ يصوروا النجم بتلسكوبات راديوية تانية علشان يشوفوا تأثيرات الجاذبية زي مظاهر في الصورة دي. الهياكل الغير كروية حوالين النجوم العملاقة الحمراء أصبحت شائعة في علم الفلك الحديث، والعلماء عايزين يفهموا الموضوع ده بشكل أكبر وأوسع، في حين أن الصورة الأولى المكبرة للنجم WOHG64 رائعة جدا لكنها ما زالت مش موضحة تفاصيل بيأمل العلماء أنهم يكتشفوها في الجيل الثاني من الأدوات اللي موجودة أو متركبة على التلسكوبات العملاقة، بالتحديد الأداء جرافيتي بلس. النجم WOHG64 بيستعد للانفجار، لكن مش معنى كده اننا هنشوف الانفجار ده في اعمارنا الحالية. من الناحية الفلكية هو نجم اوشك على الانفجار، ومن الناحية الزمنية الانسانية فهناك وقت طويل وازمان مديدة قبل ما يلاحظ اي جيل بعدنا علامات السوبر نوفا العملاق في قلب سحابة ماجلان الكبيرة. بالرغم من أهمية النجم منكب الجوزاء اشبه النجوم بنجمنا النهاردة WOHG64، إلا أن التصوير الأخير في أول صورة لنجم ضخم من أكبر النجوم في الكون حدث غير مسبوق ومهم جدا. إحنا نقدر نشوف منكب الجوزاء بالعين المجردة في حزام الجبار لأنه قريب جدا مننا وكبير، عاشر أسطع النجوم في سماء الليل، لكن ما نقدرش نشوف أبدا النجم العملاق WOHG64. وسبحان من قال في كتاب العزيز في سورة الصفات الآية 6 إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقال في سورة فصلت الآية 12 فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وده في الآية أحد الأمثلة البسيطة لحكمة خلق هذه العوالم الغريبة والعجيبة التي تزين سماء الليل وتحفظها بالنسبة للإنسان. لكن تبقى الآية الكريمة في قوله تعالى في سورة الأعراف الآية 54 حين قال عز من قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذه النجوم مسخرات بأمره وقوانينه وسننه في الكون، فكلمة مسخرات هنا تحمل في طياتها ما لا يعد من الحكم والمنافع لخلق النجوم في فضاء الله سبحانه وتعالى. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم بالضغط على زر الإعجاب اللي بيحفزنا، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة، قناتكم انفصير غلاف معلوماتي، قناة متخصصة في مناقشة العلوم الفلكية وعلوم الفضاء ومحاولة صبر أغوار الكون في رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.